خلاص جاهزة على النزول اهو. شغل؟ انت مش قلتلي انك فاضي النهاردة؟ لا خلاص، لما تخلص طب كلمني. سلام. مساء الخير يا ماهي. مساء الخير يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تعبانه قوي. نودي اطمنتي على باباكي؟ لا ما اطمنتش، بس ما تقلقيش لو جراله حاجه هيبقوا يقولوا لنا. استني عايزه اقول لك، الراجل صاحب البيت زود المبلغ 20,000 كمان. مامي مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده؟ من فضلك قولي له يريح دماغه، احنا مش هنبيع، اوكي؟ عن اذنك. هروح ارتاح شويه. بجد انا مش قادره اصدق الزفت اللي اسمه سعيد ده. بحاول اكلمه تليفوناته كلها مقفوله. عايزه اطمن على رامي يا بابي. هو فين يعني يا غاليه؟ ده مع باباه. سيبيه يا حبيبتي يتفسح له يومين. على فكره ده ابني اللي حره فيه، وانا اللي قرر امتى يخرج امتى ما يخرجش. هو في ايه يا غاليه؟ انت بتستني اتكلم علشان تحرجيني؟ لا يا حبيبتي غاليه ما اطلع صوتي. لا هي ما بتحبنيش وكمان ما بتسمعش كلامي حتى لو كان صح. خلاص خلاص يا غاليه، انا سايبه لك المكان كله عشان تتكلمي فيه براحتك. يا الله. معلش يا بابي بس انا مش قادر عليها. خلاص بقى يا غالي خلاص. المهم النهارده بعتوا لي ريبورت على الايميل بيقولوا لي ان تجاوز الارض دي كلها مش طبيعيه وبتاع فعلا. طب دي اخبار كويسه. عملت ايه مع الدهشوري؟ حكالي عشان يهددني يا ستي. سيبك مني بتاع كلام بس. المهم انا لا ناوي على رامي دلوقتي. انا همشي ولما اطمن عليها بقى اكلمك. يا حياتي. باي بوبي. تصبح على خير. ايه يا جدعان؟ دماغ فيها ايه؟ سعيد بيقول لك درس ودني بس عشان ما تلعبش مع الكبار تاني.